وكالة أنباء النظام سانا تقول إن دفاعات قوات الأسد تصدت لهدف معادي قادم من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف بريف حماة. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن تدمير سيارة عسكرية لقوات الأسد مليئة بالعناصر على محور تلعاس في ريف إدلب الجنوبي بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يصلون ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا في زيارة تفقدية بخصوص مركز العمليات المشتركة المرتقب إنشاؤه مع الولايات المتحدة. المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا تقول إن السفر إلى البلد الأصلي يمكن أن يمثل سبباً قوياً لسحب الإقامة الألمانية وحرمانهم من حق اللجوء مجدداً. السلطات التركية تضبط 41 مهاجراً غير نظامي في ولاية أيدن غربية تركيا، معظمهم سوريين، أثناء محاولتهم العبور نحو اليونان بطرق غير قانونية. رئيس حكومة جبل طارق يعلن أن الناقلة الإيرانية غريس وان بإمكانها المغادرة اليوم الجمعة، وأن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة. انطلاق عروض سيرك الورد التي تقدمها أشهر الفرق الأوروبية في مدينة الطائف السعودية، والتي تقدم عروضا ترفيهية واستعراضية إبداعية يومية، تستمر حتى نهاية شهر آب الجاري.